مرحبا بمشاهدينا الكرام والأحباء المباركين شركاء قناة كوبتك سات تي في في هذا البرنامج الأسبوعي الصلاة مفتاح السماء. دعونا باسم الرب يسوع نجتمع معا في وحدة مسيحية كجسد المسيح بقلب واحد وبنفس واحدة، وفي وسطنا رب المجد كقوله المبارك: حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أنا أكون في وسطهم. مرحبا بكم يا مشاهدينا، ونحن نرجو في هذه الفرصة بأننا نسمع لكلمة الله وأننا نتجاوب معها، وكل ما نسمعه نخبئه داخل قلوبنا لكي لا نخطئ إليه. والآن سنبتدئ برنامجنا بالصلاة. بسم الله والابن والروح القدس الإله واحد أمين. قلوبنا تشكرك يا رب، ونفوسنا تعظمك من أجل مجدك ومن أجل جلالك وعظمتك، لأنك وأنت ملك الملوك ورب الأرباب ترتضي أن تأتي في أناس مثلنا خطاط. لك الشكر لك الحمد من أجل هذا الحب الذي ظهر واضحا على عود الصليب، إذ أحبيتنا وأحبيتنا إلى المنتهى وأتيت لأجل خلاصنا ولأجل فدائنا. ونحن نسألك في هذه الفرصة يا رب مع إخوتنا المشاهدين والمشاهدات أن تعطينا فرصة مباركة فيها يا رب نكسو أمامك ونأتي بقلوب منكسرة وبأرواح منسحقة، ونقول لك يا رب تعال واملك على حياتنا، واجعلنا باستمرار وعلى الدوام يا رب إن احنا نكون ناظرين إليك يا رئيس إيماننا ومكمله. يا رب من فضلك اعطنا رسالة من لدنك كمتكلمين وكسامعين، وجعلنا باستمرار يا رب أننا لا شيء يفصلنا عن شخصك، لكن تكون محبتك التي انسكبت في قلوبنا بالروح القدس تجعلنا أن نقترب منك ونتلذذ بشخصك، ومكتوب تلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك. يا رب نسألك بركة لهذا الاجتماع، نسألك بركة لإخوتنا في مصر، نسألك بركة للظروف الحادثة من هنا ومن هناك ومن كل العالم. يا رب احنا محتاجين لقوة منك ولمعونة من شخصك أن تتدخل في كل كبيرة وصغيرة لكي يعود المجد إليك وإليك أنت وحدك. لأجل المسيح يا أبانا نرجو أن تجيبنا، ولك كل المجد. آمين. وإنني أرحب بأختنا العزيزة الأخت سامية اسكندر، ودي أول مرة إنها تيجي، لكن إن شاء الله هتشوفوها معانا باستمرار. أهلا وسهلا بيك يا أخت سامية. أهلا بيك، كمان ربنا يبارك حياتك. اللي أنا عايز أقوله يا أحبائي إن إحنا في هذه الفرصة بنتكلم عن هذا البرنامج، برنامج الصلاة مفتاح السماء. وفي الواقع إن الصلاة مش علينا فرض أو علينا حاجة إن إحنا لازم نعملها، لا، الصلاة هي شعورنا للاحتياج للرب، الصلاة هي علاقة حب لتمجيد اسم الله، وهي التي تساوينا بالملائكة. ومهما يخاطب الإنسان خالقه، ومن الجهة الأخرى هي ضرورية جدا للإنسان. والكتاب المقدس يقول لنا كونوا مواظبين على الصلاة، ويقول لنا صلوا كل حين ولا تملوا، ويقول صلوا بلا انقطاع، وبعدين يقول لنا لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. نشكر الله من أجل القناة القبطية كوبتك سات تي في، إن هي بتحسنا وبتحس كل واحد مننا وحس السامعين، وبتحس
المشاهدين والمشاهدات كلنا لأجل مجد المسيح، وكلنا عشان ناخد اختبارات أعمق والرب يرفعنا في حالة روحية أسمى. وبعدين بنصلي إحنا لأجل كنيسة المسيح، إن في إخواتنا الظلم اللي واقع عليهم، الاضطهاد الشديد والطيارات من التعصب الإسلامي والغدر والحقد وقتل الأبرياء والاستيلاء على ممتلكاتهم وخطف بناتنا القاصرات وأرغامهن بالصلاة. لكن لنا إله حي هو معنا، لا نخاف من شيء، لأن الرب بيقول لنا لا ترتعبوا من أمامهم ولا تخافوا، لا تخف لأني معكم، ويقول لنا ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. نحن لا نخاف لا من هيئة ولا من ناس بتضطهدونا، لكن نحن في المسيح، والمسيح يقول لنا إن ثبتتم في وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم. الرب معنا، وإن كان الرب معنا فمن علينا؟ أحبائي المشاهدين، أحبائي، إن كنتم مضطهدين أو إن كنتم في ضيق أو إن كنت في مرض، الميكروفون احنا نستقبل كل مكالماتكم، اللي عنده طلبات صلاة، اللي عنده في ظروف مؤلمة، اللي عنده في اضطهاد معين، اي طلبة اشترك معنا واحنا هنصلي من اجلك في اخر الفرصة بتاعتنا. والهنا موجود في فرصتنا، لازم تعرفوا ان الرب هو اللي موجود، هو اللي بيكلمنا. وعشان كده الكتاب يقول ان كان احد يتكلم فاخوه على الله، وان كان احد يخدم فكأنه من قوة يمنحها الله له. والآن أتقدم للأخت سامية وأقول لها يعني إحنا عايزين نسمع صوتك، والمشاهدين بيرحبوا بيكي. شكرا. واتفضلي اتكلمي. أنا بشكر الرب يسوع وبشكر حضرتك يا أخ كمال إنك أعطيتني الفرصة إني أمجد اسم إلهي، وإن الرب يعني يقبل إن واحد هو بيختار المصدرة وغير الموجود لكي ما يظهر مجده. فأنا بشكر الرب من أجل الفرصة العظيمة اللي المسيح عطاها لي عشان أطلع أشهد عن جلاله، أشهد عن عظمته، أشهد عن قدرته، عن محبته، عن أبوته. ما أقدرش، صفات كتيرة يعني. إلهنا إله رائع، سامع الصلاة ومستجيب الدعاء، إله قدير، إله لا يخزى منتظري. فأنا بشكر الرب من أجل هذه الفرصة أخ كمال، والموضوع نفسه موضوع عميق وجميل، بيوري قد إيه علاقة الحب اللي بتربط الأب بأولاده، إلهنا القدوس بينا، وعلاقة الحب اللي بتربطنا بإله قدير عظيم، بيستجيب لدعائنا، بيستجيب لدموعنا، يعلم أنات قلوبنا، يعلم أوجاعنا. يعني إله مش عارفة، مش لاقية كلام أقدر أوصف بيسوع المسيح رب المجد الإله القدوس. بشكرك يا أخ كمال. نشكرك من أجل الكلمة اللي أنت كلمتيها، لأن احنا في الواقع الشيء اللي بيفرح قلوبنا ان احنا نكون قريبين من قلب الله. أمين. والله لما نترك هذا العالم ونروح الأبدية هنندم على أوقات كتيرة ذهبت سدى، لكن لن نندم قط على الأوقات اللي قضيناها في شركة مع إلهنا وفي الصلاة. نعم. ولذلك نحن في حاجة ماسة في هذه الأيام إلى الصلاة. أيوة. الصلاة التي تحرك يد الله الذي يحرك هذا الكون، الصلاة التي تبطل كل مخططات عدو الخير وتبطل كل مشورات العدو، كما حدث في القديم. الرب أبطل مشورات أخيتوفل وتمجد في شعبه في ذلك الوقت. الصلاة تستطيع أن تقيد
الشياطين ولا تستطيع أن تمس أولاد الرب. والرب في حنان قلبه بيقول لكل إخواتنا اللي موجودين في مصر ولو موجودين في العراق أو في السودان أو في أي بلد فيه اضطهاد، الرب بيقول لكم ما تخافوش أنا معاكم، ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. الصلاة بتحرك كل شيء. وأتذكر يا أحبائي في الحرب العالمية الثانية، وكان ده سنة 1857، كانت حالة أمريكا منهارة اقتصاديا، وفي الوقت ده أطلقوا عليه زمن الزعر المالي. ارتفعت الأسعار كتير زي ما احنا شايفين في هذه الأيام، وصار ألوف الناس يطوفون الشوارع في بطالة، وناس فقدت بيوتها زي ما احنا شايفين الحالة اللي موجودة الآن في أمريكا. ووجدوا أن الحل الوحيد بعد أن جربوا حاجات كثيرة هو الصلاة، هو الاقتراب إلى الله، لأن هو خالق هذا الكون وهو اللي بيدير هذا الكون، وما فيش حاجة بتحدث إلا بسماح منه، ما فيش حاجة بتحدث إلا بأمر منه. علشان كده إحنا إلهنا اللي إحنا لما بنيجي نصلي ونقول له يا أبانا الذي في السماوات، لنا أب حنان، لنا أب حنون علينا، لنا أب شفوق علينا، فنرمي كل أحمالنا عليه، نرمي كل أثقالنا عليه وهو معانا. وبيقول اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرأوا يفتح لكم، لأن كل من يسأل يأخذ، وكل من يطلب يجد، وكل من يقرأ يفتح له. أحبائي الفرصة الصلاة دي عايزين انتوا تشتركوا معانا فيها، اشتركوا معانا اللي عنده اي طلبة اي سؤال اي شيء تعبه. احنا كلنا جسد المسيح الواحد، وينبغي ان احنا نشعر ببعض. يقول الكتاب ان تألم عضو فجميع الاعضاء تتألم، لذلك خلونا ان احنا نكون في وحدة مع بعض ونكون في شركة مع بعض، ويكون الرب يسوع فهو في وسطنا يسمع لأصواتنا ويستجيب لدعائنا. أحبائي لما قالوا إن الحل الوحيد هو الصلاة حصل إيه؟ حصل إن الولايات المتحدة كان فيه صلوات، كان فيه في الكنائس، كان فيه في البيوت، وشكرا للرب كانت الصلاة المرتفعة عارفين قعدت قد إيه؟ قعدت سنتين. بعد كده حصل إيه؟ حصل فيضان كبير جدا، والرب اداهم المطر المتأخر والمبكر، واداهم انتعاش حدث، وكلنا لما جينا هذه البلاد شعرنا بهذا الانتعاش. وانا اتذكر لما جيت البلاد دي، انا جيت سنة 1967، وكانت الحالة الروحية اعلى من كده بكتير، خلاف الحالة اللي احنا موجودين فيها. الحالة اللي احنا موجودين فيها ناس كتير بعدت عن الرب وأحبت العالم، والرب بيقول لنا لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن محبة العالم عداوة لله. لكن للأسف في مسيحيين كثيرين ومسيحيين بالاسم، وفي سفر الرؤيا يقول له لك اسم أنك حي لكنك ميت، ميت روحيا، ميت لأنك بعدت عن خالقك اللي أحبك، أحبك ومات لأجلك. وعشان كده يقول كده الكتاب لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بدل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. هل مشتاق لحياتك الأبدية؟ كفاك بعد، كفاك إن قلبك مقفل، افتح قلبك للرب. حبيبي عزيزي الوقت منذ الآن مقصر، ولما تيجي تقرا في كلمة الله نعرف ان احنا في الثواني الاخيرة، ومجيء ربنا يسوع المسيح صار على الابواب، وهو حاليا دلوقتي بيقول لنا اسهروا وتعقلوا. يعني ما تقولوش خدت بالك، ركزوا عقلكم، ركزوه، اسهروا كلمة تعقلوا. لما واحد يتكلم يقول له تعقل، كلم كلامكم معقول. الرب بيقول لنا كده
لأن شافنا إن إحنا زغنا عنه، شافنا إن إحنا ابتعدنا عنه. وعشان كده الرسول بولس يتكلم في هذه الكلمات وعارف إيه اللي هيحدث، لأن لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين بالروح القدس. إيه اللي عايز تقولهن الرسول بولس؟ شوف اسمعوا بيقول إيه. لأنهم لم يستحسنوا أن يبقوا الله في أذهانهم، أسلمهم إلى زون مرفوض حتى يفعلوا ما لا يليق. هكررها تاني، تجدها في الأصحاح الأول في رمية. لأنهم لم يستحسنوا أن يبقوا الله في أذهانهم، أسلمهم إلى زهن مرفوض حتى يفعلوا ما لا يليق. ودي شايفين الأمريكان إيه اللي بيعملوه، حاجات تحزن القلب وحاجات تخلي الإنسان يصرخ حتى من رب يرحم هؤلاء الأشخاص. الناس دول مرضى، خلينا نصلي من أجلهم عشان الرب يرجعهم إلى الحظيرة مرة أخرى. أحبائي، يا ريت تفتحوا قلوبكم وتقول للرب: يا رب تعالى اسكن في قلبي، تعالى سامحنا عن خطاياي، سامحنا عن أسامي. والرب بيدعو كل نفس الآن، بيدعو الجميع، كل اللي بيسمعوني، اسمعوا صوت الرب ليكم: إذا تواضع شعبي الذي دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الرضية، فإنني من السماء أسمع لهم، أغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم. هل تسمع لصوتي وتقبله مخلصا وفاديا لحياتك؟ الرب يبارككم. والآن سنسمع كلمة من أختنا الغالية الأخت سامية. تفضلي يا أخت سامية. أشكرك أخ كمال. الحقيقة موضوع الصلاة موضوع عميق وجميل جدا، وعايز أقول إن الصلاة هي علاقة حب طبعا، ولكن هي علاقة تواصل في نفس الوقت بيننا وبين رب المجد يسوع. أيضا هي عايز أقول هو في كذا نوع من الصلاة أخ كمال. نقدر نقول في الصلاة الجماعية جسد الرب يسوع، لما بنكون في الكنائس بنصلي وبنتحد في الطلبة. الصلوات دي لما بيبقى صلوات جماعية لمؤمنين حقيقيين، الصلاة دي مفعولها أكيد تنقل الجبال وتشق البحار زي ما بيقول الكتاب. تبقى صلاة فعلا بتوصل لقلب الآب والرب بيستجيب، لأنها بتبقى صادقة من الأعماق. وفي صلاة اللي هي إن أنا بدخل خلوتي واخد وقتي مع الرب يسوع وأتمتع بيه وأضع ظروفي أمامه بدون ما أحط له لستة إن أنا أطالبه بحاجات عايزاه إن هو يعملها لي. لا، يمكن لما كنت صغيرة في الإيمان كنت بعمل كده، كنت بحضر له لسه وأقول له: يا رب ما تنساش باركني في الموضوع ده وما تنساش الموضوع ده وكده. بس أشكر الرب يسوع المسيح، هو اللي بينمي وهو اللي بيدينا حكمة وهو اللي بيفتح أذهاننا. هو يعلم احتياجاتنا قبل ما نسأله. أنا بدخل خلوتي معاه عشان أسجد ليه، عشان أعظمه، عشان أسبحه، علشان أشكره، عشان أحمده على كل ظرف مريت بيه، حتى الظروف اللي ألمتني. طبعاً ما بتبقاش سهلة، بشتكي له إن أنا متألمة، بشتكي له إن أنا مجروحة، بقول له: يا رب أنا مستنية إيدك تداويني، لكن أنا أعرف أنت مين، أنا بحتمي فيك أنت، أنا جاية أنت ترسي، أنت مجدي، أنت رافع راسي يا رب، أنت شفائي من جروح العالم. العالم ما بيدينيش أي شيء، السعادة اللي فيه سعادة زي السراب بتجري على وهم، وكل ما تحصل على شيء تفضل تقول: إيه أنا بس لو هاخد الموضوع ده أنا حياتي هتتظبط وهتبقى ممتازة. فربنا يسمح إن أنت تاخد الحاجة اللي أنت طالبها. و
يثبت لك او انت تكتشف ان انت واقف مكانك، وترجع تدور على حاجه تانيه تجري وراها، وهكذا. والحياه والعمر بيجري بينا، بنجري بنطلب حاجات ارضيه كلها، وحاجات كلها يعني ملهاش قيمه، ملهاش قيمه خالص امام مجد رب المجد يسوع. زي ما قال الاخ كمال، هو قال الرب قال اطلبوا وجهي، فبقول له وجهك يا رب نطلب. فالخلوه بيني وبين الرب جميله في حاجه تانيه، لما بكون فرحانه قوي بخش الخلوه وبشكره وبسبحه وبسجد ليه وبتهلل وبرنم وبعلن عن افراحي بصوت عالي، مع انها يعني انا ويسوع بس، انا والهي بس في الاوضه. وايضا لما بكون مجروحه برضك بدخل، ففي كل الاحوال ببقى عندي ميتنج مع الرب يسوع في خلوتي. وفي كمان صلاه تانيه، دي بقى بتبقى معانا يعني 15 ساعه طول ما احنا صاحيين كده بنكلمه. انا ممكن اتكلم مع الرب وانا بشتغل في المطبخ، وانا في شغلي، وانا سايقه عربيتي، بكلمه في اتصال مباشر، يعني اقدر اقول 24/7 على طول هو جوايا. بنتحاكى، بساله على الحاجات البسيطه اللي هي الناس تقول دي حاجه تافهه، بس هو بيحب ان انا اشاركه معايا. هو صديقي، هو رفيق عمري، هو عيلتي، هو حياتي، هو ابويا، هو الهي، هو حبيبي، هو كل شيء في الوجود. بشكره لان بابه مفتوح ليا ولينا كلنا. لما بقول ليا بقصد انا بمثل فرد من ولاده، هو مفتوح لينا كلنا، وبيحب يسمعنا كلنا، وبيحب يختلي بينا، فانا بشكره من اجل ده. فدي الصلوه الفرديه. وفي كمان التسبيح، انا بعتبر التسبيح ده بقى ده مجد تاني. دي صلاه يعني مش عارفه اعبر عنها قد ايه، بتفرح قلب الرب وبتفرح قلوبنا احنا، لان التسبيح بيسحق ابليس. ابليس لا يحتمل ان انت تسبح بصوت عالي رب المجد يسوع. بتكسر شوكه ابليس، يهرب ابليس من صوت التسبيح. تسبيح جميل جميل، ويرفع قلبك ويرفعك فوق مشاكلك، وتشوف العالم صغير جدا جدا، ملوش قيمه. الحاجات اللي انت كنت عمال تشتكي منها وفاكرها حاجه كبيره قوي في الوجود، هايفه، حاجه هايفه، صدقني ما تستحق. يبقى معايا رب المجد، يبقى معايا ملك الملوك، يبقى معايا اله الكون، سوري، يبقى معايا هذا القدوس. ادور على ايه؟ بعدين ده ابويا، هو عارف. لو طلبت حاجه، كتير بنطلب حاجات وبنتشبث بيها وبنقعد نبكي، يا رب ارجوك حقق لنا الطلبه دي، وساعات الرب ما بيستجبش، وبعد فتره بنشكره وبنعظمه انه ما استجبش. هو يعلم ما نحتاجه. احنا بنشبط في حاجات ملهاش لازمه في حياتنا، في حاجات بتعصرنا وبتعصر غيرنا كمان، لكن هو حبيبي، يا ابويا والهي ومخلصي يسوع المسيح، هو عارف اللي انا حياتي محتاجاه ايه. هو اللي بيديني الحكمه، هو اللي بيديني النور، هو اللي بيديني البصيره، هو اللي بيديني النعمه، هو اللي بيديني النجاح، هو اللي بيديني الشفاء. يعني انا يعني اختبارات في حياتي ما تكفيش اقعد سنين اتكلم على مجد الرب وامانته. واجين صدقوني، هو بس تعالى امام الرب، تعالى بانكسار، اوكي؟ ما تجيش ان انت انا داخل اصلي ولا انا رايح اصلي يعني شيء لابد منه. لا لا، الرب مش بيجبرك على اي حاجه، دي علاقه شخصيه جدا. خش في الخفاء كده واقعد معاه وقول له يا ابويا انا عايزك تسمعني، انا عايزك، انت عارف ظروفي، انا محتاجك، انت عارف. وزي ما تكون النتيجه انا هقبلها، لانها هتيجي من ايد يسوع. سلم له، لما تسلم
هتستلم بركات ليس لها حدود، حتى لو في الأول يعني ظهرت ليك إن الموضوع اتعقد أكتر، هو عارف بيعمل إيه. يعني نفتكر كلنا أيام ما كنا بنصلي لمصر وعايزين شخص معين هو اللي يمسك الحكم، ها؟ بس صدقوني الآن أنا أخدت صدمة يعني عصبية لما سمعت مين اللي مسك الحكم حقيقي. يعني بكيت قلت له استحالة يا رب، كيف تسمح يا رب؟ ولادك شعبك يا سيد، هتعمل ايه معاه هناك؟ اعطاني سلام، وانا بقاوم السلام اللي فيا لاني عقلي بيحارب روحي. لكن اشكر الرب. انا هكمل النقطه بعد اذنك اخ كمال. لكن عايز اقول عشان اختم الفكره دي، ان انا بشكر الرب ان هو ما عطناش اللي كنا بنصلي من اجله، لان مجده هيظهر دلوقتي في امور كتير هتتعرى وهتتكشف، وعمل ابليس هيظهر وهيجوا للرب بالملايين، مصر للمسيح. ايوه الاخت عفاف، اتفضلي يا اخت عفاف، انت على الهوا دلوقتي. سلام ونعمة، اهلا بيكي. انا بحييكوا على البرنامج اللي هو بتاع الصلاه، الاخ كمال والاخت ساميه. ربنا يباركوا. وحبتدي كلامي بايه واحده، انا مش هاخد من وقتكم كتير. اتفضلي. يعني الصلاه هو قال لنا حاجه واحده. أيوة. طبعا صلوا لا ولا تملوا، صلوا بلا انقطاع. وبعدين قال اطلبوا اولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. هيدينا كل حاجه على البيعه. صح. يعني مش هيبقى حاجه شويه، لا لا لا، ده بفيض وبغنى، لانه اله غني. بس هو نفسه ان ولاده فعلا يجوا حواليه يتلموا. نعم. يصلوا اذا كانت صلوات جماعيه او صلوات فرديه او خلوه شخصيه. يعني هو نفسه، لان العمل اللي عمله عمل عظيم جدا جدا، والرب نفسه ان الكل يخلص والى معرفه الحق يقبل. يعني هو بيقول لك هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له حياه ابديه. فالرب فعلا مستني الكل يجي ويخلص، لانه مجيئه على الابواب. وشكرا للبرنامج بتاعكم، لان انذار لكل فرد ان لازم يكون له خلوه شخصيه مع الرب يسوع. لازم، مش مهم يعني حلو الكنيسه كل اسبوع واجتماعات الصلاه اللي فيها مجموعه المؤمنين، بس برضه مهمه جدا الخلوه الشخصيه، بتدي قوه للواحد وبيبقى فعلا فرحان وبيبتدي يومه كده وهو سعيد، لان في محضره بيهرب الحزن والتنهد. دول اللي عندي، ربنا يبارككم. ومش هطول بقى، سلام ونعمه. الرب يباركك يا اختنا عفاف، واحنا سعداء ان احنا نسمع صوتك، ويا ريتك ان انت تكوني معانا في كل حاله بمشيئه الرب. واحنا منتظرين بعض المشاهدين والمشاهدات يخش في مداخلات ويبتدوا يطلبوا طلبات للصلاه، والمجال مفتوح لكل واحد. وفي الواقع زي ما احنا سمعنا من الاخت ساميه، الكلام اللي قالته عبارة عن الشركة اللي فيها احنا بنكون مع الله كأفراد. وده طبعا يعرفنا في انجيل متى والاصحاح السادس، بيكلمنا عن الصلاة ويقول ومتى صليت فلا تكن كالمرائين، فانهم يحبون ان يصلي قائمين في المجامع وفي زوايا الشوارع لكي يظهروا للناس. الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم. وأما أنت فمتى صليت فادخل إلى مخدعك واغلق بابك وصلي إلى أبيك الذي في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم، فإنهم يظنون أنه بكثرة كلامهم
يستجاب لهم، فلا تتشبهوا بهم، لأن أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه. اللي بيشدني في هذه الآيات واللي قالته الأخت سامية في سياق الحديث بتاعها، إن الله ده أبونا. يا سلام يا سلام، إحنا بنصلي بنقول له يا أبانا وإحنا مش شاعرين بالبنوة اللي ادهنا الرب. الرب يخلينا إحنا العبيد حفنة التراب اللي ما تستاهلش إن إحنا نكون أولاده. هو تبنانا، يقول كده الكتاب جاء إلى خاصته، خاصته لم تقبله، وأما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يسيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه، الذين ولدوا ليس من دم ولا من لحم ولكن من مشيئة رب. يا سلام، يعني إحنا لما بنقبل المسيح، وانت لما بتقبل المسيح وانا بنتكلم دلوقتي، وتفتحي قلبك ليه وتجيلي بتوبة صادقة، تقول له سامحني يا رب، انسى ما مضى مني واديني معونة إلهية وسامحني عن أخطائي وعن ذنوبي، الرب بيديك حياة جديدة وقلب جديد ويسكن فيك الروح القدس. فإحنا بنصلي إليه أبونا السماوي. وبعدين الحاجة اللي خلتني أني في إنجيل متى يقول لنا فصلوا أنتم هكذا. في واحد من التلاميذ سأله قال له علمنا أن احنا نصلي، فقال له أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك. يعني أنت ليك أب في السماء بيهتم بيك، والكتاب بيقول لنا إن سألك ابنك سمكة أتعطيه حية، وإن سألك خبزا أتعطيه حجرا. يلوى بما أنكم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالحر الآب السماوي أبونا وأبوك يهب خيرات كثيرة للذين يسألونه. وزي ما قلنا إن في شركة بينك وبين الرب، صلاة فردية، لكن في صلاة جماعية، إذا كان في اجتماعات أو في الكنيسة زي ما كانت الكنيسة الأولى. يقول عنهم وكان الجميع معا بنفس واحدة. الرب عايزنا إن احنا نكون في وحدة مع بعض، نصلي من أجل بعض، نشجع بعض، نحس ببعض، ونكون لنا الحب اللي الوصية اللي وصلنا فيها ربنا يسوع المسيح. قال لنا هذه الكلمات حبوا بعضكم بعضا من قلب طاهر بشدة، وبهذا يعرف العالم أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضكم لبعض. اسأل نفسك هذا السؤال، أنت بتحب ربنا؟ لو بتحبه، هل لما بتصحى الصبح بيكون ليك شركة معاه بتصلي؟ ولا بتروح وتقول له يا رب أنت عارف أنا ما عنديش وقت ويدوب هنا؟ كل حاجة بنخلي لها وقت، لكن وقت الصلاة ما فيش. أحبائي، صوت الرب بيكلمك الآن، أرجوكم تعالوا ليسوع، سلموه القلب والحياة. والآن حنسمع ترنيمة وبعد كده نعود إليكم. Thank you.
فيها دموع فيها حرارة وفيها خشوع فيها توبة وفيها رجوع ما أحلى ساعة الصلاة أخونا جوزيف، أهلا وسهلا بيك، أنت على الهواء. أيوة أخ جوزيف. الخط وقع. طيب خلاص، طيب أوكي. الآن في الناس بتقول إن إحنا لما بنصلي حاسين إن كأن ربنا ما يسمعش، لكن هنسمع الآن أخي جوزيف. أيوة بس الخير، أهلا بيك، أنت على الهواء دلوقتي. الله يخلينا. اتفضل. والفوائد الاشتراك بالصلاة عن آخرين هي المستفيد الأول هو الشخص اللي عم بيصلي. أيوة. لأنه يسوع المسيح بيسمع الطلبات تاعك، وخاصة إذا عم تشترك وتصلي لغيرك، يسوع المسيح بيحب يعني المحبة. وحصل معايا يعني معجزة السبت الماضي، طلبت من أخذ الخدام إنه يصلوا معايا على وضع الأخ مينا بمصر، وقال اركعوا على الأرض وصلوا بكل خشوع، وأنا راكع جاءت يد يسوع المسيح السماوية ولمستني نصف ظهري يعني، وحسيت انه يسوع المسيح تقبل الصلاة بتاعي. ويعني يا بخت الانسان لو يشوف يد المسيح كيف عم تتعامل معاه وتشفيه. ويعني نعم بتكون شفتني شفاء روحي، ويعني اوصلتني الموضوع انه السماء استجابت، وشيء شيء حلو كثير كثير يعني. امين. كل انسان لا يتوانى عن مساعده الاخرين، لانه هو عم بيخرض الرب يعني، وهذا يعني حاشا انه نحن نخرض الرب او يعني نقوم بهالحاجات الحلوه، بس يسوع المسيح شايف كل يعني بقلبنا وروحنا. نعم. هو بجازينا علانية. نعم. وساعة الحال. نعم. بدي أقول نص كمان في رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسي
لصاحب ثالث لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى وأنتم بكل حكمة معلمون ومنذرون بعضكم بعضا بمزامير وتصابيح وأغاني روحية بنعمة مترنمين في قلوبكم للرب، وكل ما علمتم بقول أو فعل فأعلموا الكل باسم الرب يسوع المسيح شاكرين الله والآب به. يعني شبنا أكثر من هيك، يعني يسوع المسيح في وسطينا وعمانوئيل الله بعثنا يا يعني الحمد لله شاكرين على طول، وشاكرين للفضائية وشاكرين للخدام، والله يبارككم. نشكرك أخونا جوزيف والرب يباركك ونمجد اسم الرب إنه هو استجاب الصلاة وعمل معك معجزة. ربنا يبارك فيك، خليك دايما على اتصال بينا والرب يكون معك. والآن سنسمع من الأخت سامية إن الرب بيسمع لصلواتنا وبيستجيب لدعائنا عندما نصرخ إليه وعندما نأتي إليه بتوبة صادقة وبقلوب منكسرة وبأرواح منصعقة. تفضلي يا أخت سامية. أشكرك أخي كمال. الحقيقة هو الرب بيسمع لصلواتنا، وعايزة أقول حاجة، في بعض أحيان بنصلي بحرارة، بنصلي بقوة وبلجاجة، وبنصمم على إن إحنا يعني عايزين الطلبة، وساعات الرب ما بيستجابش. لازم في الوقت ده أرجع أفتش قلبي، أفحص نفسي في إيه بيعوق البركة عن حياتي، في إيه بيعوق صلاتي. ممكن أكون عايشة مسيحية، بعمل كل حاجة حلوة وبالأعمال كويسة، لكن قلبي ما فيش شركة حقيقية، ما فيش علاقة قوية، ما فيش اتحاد بروح ربنا. فممكن يكون في كمان عدم غفران في حياتي، لما بكسر أي وصية من وصية الرب وبختار الحاجة اللي أنا عايزة أمشي عليها، الحاجة اللي تعجبني والحاجة اللي متعجبنيش، أقول له لا أنا مش هقدر أعمل الموضوع ده. لما يقول أحبوا أعدائكم، باركوا لعينيكم، الموضوع مش سهل. وطبعا ناس كتير وأنا أول واحدة جاهدت فيه جهاد رهيب، وما زلنا بنجاهد كل يوم، بننتصر بالمسيح مش بأجسادنا ولا بقوتنا ولا بأي شيء. باجي وبنكسر أمامه بالبكاء وبقول له مش قادرة يا رب، اديني قوة من عندك، اديني سلطانك، اديني قلبك، اديني عينيك، اديني يا ربي، اديني قوة من عندك عشان أقدر أنفذ هذه الوصية، لأني بالجسد أنا مش قادرة. لازم أعلن فشلي أمامه، لازم أتحد بيه، لازم أنفذ وصاياه، وبعدين أنتظره. بعد ما أصلي وأعمل كل حاجة بالروح مش بالجسد، باتحاد الروح حسب كلمة الرب اللي في الكتاب المقدس، واسمع صوته زي ما أنا بصرخ إليه، أدي فرصة لنفسي أني أسمع صوت الرب جوه قلبي وأخذ منه الرد. ولتكن مشيئتك يا رب بعد ذلك، أنت اللي تختار. لو عايز تستجيب لكل المجد، لو مش عايز تستجيب لكل المجد والكرامة، لأنك أنت هتعمل الصالح ليا في كل الأمور. فعايز أقول حاجة، في ناس بتقولك بنصلي ما فيش حاجة بتستجاب. طب ارجع فتش عن نفسك، في حاجة غلط في حياتي، تعال أضبط أموري مع ربنا، تعالى أقول له يا رب نقيني، أنا مش في أمور غلط في حياتي مش عارف أنظفها، مش عارف يا رب أتحد بيك، مش عارف أنتصر على الخطية اللي أنا بعملها، كل ما بوعدك برجع أقع في نفس الخطية تاني، تعالى خد بإيدي، علمني، توبني فأتوب يا رب. فعايز أقولك اتحادك بروح الله وأمانتك مع الله، لأن الرب كاشف القلوب والكلى، يعني لا يشمخ عليه. ممكن ان احنا نقدر نتصرف بشر مع بشر بطريقة غلط، لكن الله لا يشمخ عليه، واعظمه واشكره من اجل، ويعلم امانة قلبك وحيدي لك اكتر ما تطلب او تفتكر. وبعدين
بالإيمان، ثق لو عايز شفاء ربنا عايز يشفيك. سلم له حياتك، قل له يا رب عمري ده ملكك، عمري اللي جاي ده لمجدك، أنا جاي هنا مش عشان ما فيش حاجة في العالم أجري وراها غير إن أنا أكون سفير ليك، أعلن مجدك، أرفع اسمك، أكون نور وملح للعالم. يا ربي علمني كيف أسير يا ربي يعني في خطاك، علمني يا ربي طريق البر. وعلى فكرة عايزة أقول حاجة، نفسي أشارك معاكم تثنية 28، دايما بشاركها مع ناس كتير وبحب قوي لأنها مشجعة جدا وقد إيه بركات الرب جميلة. فياريت لو معانا كتاب مقدس نفتح على تثنية 28 والجزء الأخراني اللي هو من إصحاح من عدد نبتدي من عدد 1. إن سمعت سمعا لصوت الرب، يبقى لازم نسمع لصوت الرب إلهك لتحرص إن تعمل جميع وصاياه التي أنا أوصيك بها اليوم، يجعلك الرب إلهك مستعليا على جميع قبائل الأرض، وتأتي عليك جميع هذه البركات، وتدركك إذا سمعت لصوت إلهك. مباركا تكون في المدينة، ومباركا تكون في الحقل، ومباركا تكون ثمرة بطنك، وثمرة أرضك، وثمرة بهائمك، نتاج بقرك، وإناث غنمك. مباركا تكون سلتك ومعجتك، مباركا تكون في دخولك، ومباركا تكون في خروجك. يجعل الرب أعدائك القائمين عليك منهزمين أمامك، في طريق واحد يخرجون عليك، وفي 7 طرق يهربون أمامك. يأمر لك الرب بالبركة في خزائنك وفي كل ما تمتد إليه يدك، ويباركك في الأرض التي يعطيك الرب إلهك، ويقيمك الرب لنفسه شعبا مقدسا. هللويا، في أعظم من كده؟ كما حلف لك إذا حفظت وصايا الرب إلهك وسلكت في طرقه، فيرى جميع شعوب الأرض إن اسم الرب قد سمي عليك، ويخافون منك، ويزيد الرب خيرا في ثمرة بطنك وثمرة بهائمك وثمرة أرضك على الأرض التي حلف الرب لأبائك أن يعطيك. طبعا المزمور التثنية إصحاح 28 مشجع 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 بدرجة غير طبيعية. آمن، يعني آمن عشان تستقبل بركات الرب. طيع أبوك السماوي، حط حياتك بين إيديه، حياتك مش ملكك، هو دفع ثمن حياتك على الصليب، أنت بقيت ملكه، هو اشتراك. فأرجوك ما تضيعش وقتك وما تضيعش أبديتك وما تجريش على حاجات ملهاش معنى في الأرض. هو هيديك كل حاجة، هيديك بغنى أكتر، صدقني أكتر ما بتطلب هيديك، بس أنت آمن، صدق، نفذ وصاياه، خليك على اتحاد بيه بالروح. هو عايز الروح، هو مش عايز التقاليد، هو مش عايزنا فرود. جه ميعاد الصلاه اما اجري، ده انا صايم، ده انا بصلي، ده انا قضيت 5 ساعات جوه كنيسه. لا 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 لا، انت بس انت وانت سايق كده كلمه 24 ساعه. فانا يعني مش عارفه اقول ايه، والرب هيبارك. اتفضل اخي كامل، للاسف. ايوه الاخت فيبي على الخط، انت على الهوا دلوقتي، اتفضلي. اهلا يا اخي كمال. اهلا يا ساميه. اهلا يا شيبي حبيبتي. انا الحقيقه ما فتحتش من بدري يعني، بس انا فرحانه جدا، و
بالبرنامج الرائع الصلاة، وهو دي فعلا احتياجنا الشديد جدا جدا. نعم. جدا. نعم. حتى ان كان من زمان ما اقدرش اقول دلوقتي، بس لكن ده احتياج الكنيسة في كل العصور. نعم. حتى ان كان في العهد الجديد ولا القديم، وبنشوف ازاي ابطال انتصروا في معارك جامدة جدا، وقفوا قدام اشرار وقدام رؤساء، لكن اتحدوا زي دانيال، زي الثلاث فتية، زي ايام مردخاي واستير، وفعلا احنا محتاجين جدا للصلاة. نعم. فبنشكر رب جدا من البرنامج الحقيقة، وصدقوني انا لمست ورفعت ايدي ببارك البرنامج وبارك القناة وابارككم في اسم الرب يسوع، ان الرب يدي مسحة خاصة وكلمة خاصة، وفعلا يتم فينا القول اما انا فصلاة، كل نفس فينا تختبر قوة الصلاة، دي الوسيلة الوحيدة للغلبة وللنصرة على العالم الموضوح في الشرير، وعلى ضعفنا وعلى ذواتنا وعلى الخطية المحيطة بينا، وعلى النفوس الدم اللي بيسفك في كل مكان، ان احنا نرفع ايادي طاهرة للرب ونصرخ له ليل ونهار، واكيد الرب سامع الصلاة، اليه يأتي كل بشر. وبرضو تلمست الحقيقة من كلمتين اللي قلت لهم يا سامية، ان بقول عنها يعني اللي بيفصل بيننا وبين الرب، ليه ساعات الرب ما بيستجبش؟ بيقول خطاياكم صارت فاصلة بيني وبينكم. فإزاي أنا ما كنش عندي أعداء ومش بحبهم أو بتضايق منهم أو مش قادر أغفر لهم، وإزاي ربنا هيسمعني؟ استحالة. فالخطايا اللي احنا دي في حياتنا المصرين عليها، زي ما بيقول الكتاب، إن رعيت اسما في داخلي لا يستمع لي الرب. وأكتر حاجة اسم بالرعي إن يكون عندي بغضة وعدم صفح وعدم غفران. معرفش الموضوع ده الحقيقة شغلني كتير جدا، والرب بيلمع قدامي في الكتاب، وانا بصرخ من اجل نفسي، من اجل المؤمنين في كل مكان، من اجل القنوات، ان رب يتمجد ويسكب المحبة، علشان الصلاة اللي بنرفعها الرب يسمعها. وزي ما بيقول الرب، علمنا في ابانا الذي اغفر لنا، لان كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا، دي مهمة جدا جدا في الصلاة النموذجية اللي رب علمها لنا. فبشكر الرب من اجل البرنامج، وحلو يا سامية انك بتقولي المعطلات تحت الصلاة، وحلو انك انت فعلا بتسجد قدام الرب وتصرخي، لان فعلا احنا مش هنقدر نحب الاعداء، احنا مش هنقدر نصفح عن اللي اساءوا لينا، احنا مش هنقدر نسامح اللي ظلمونا، لكن اجب الوصية بتاعت الرب واسجد عند قدميه واصرخ له واقول له يا رب من فضلك زيل كل مرارة جوايا، الدين المحبة، الدين الصفح، الدين الغفران، الدين اتعلم منك، وعيني تشخص لجلالك. وانت على عود الصليب صرخ، قلت اغفر لهم يا ابتاه لانهم يفعلون ما لا يدرون. ربي يدينا نعمه حبايب، بشكرك كتير، وبشتهي من كل قلب ان الرب يزيل كل العوائق وكل الخطايا اللي جوانا اللي بتفصل بيننا وبين الرب، واللي بتعيق ان الرب يسمع لصلواتنا. الحته دي الحقيقه مشغوله بيها، وبقولها باسم الرب يسوع، رب يديكوا كلامه يديكوا نعمه، وبشكر الرب من اجلك يا اخي كمال مره ثانيه، الرب يجدد النسر شبابك، يبارك حياتك وخدمتك، وبشكر الرب من اجلك يا ساميه، ورب يديك اشواق قلبك المقدسه، لان شهوه الصديق تمنح. شكرا حبيبتي، الرب معاكم. نشكرك اختنا الغاليه من اجل مداخلتك، وان شاء الله الايام اللي جايه انت هتكوني موجوده هنا. طيب، وبمشيئه الرب ان الرب هيدينا فرص كويسه. في مكالمه جت. ايوه اخونا مجدي، اتفضل يا اخي مجدي. خير، اهلا وسهلا معاكم. اهلا وسهلا اخونا مجدي، تحرسكم، مبسوطين ان احنا نسمع صوتك بصيام سيد العذراء. ايوه، عاوزين نقول لها كلمتين. أيوة. يا ريت نقدر نشكرها على كل عملها معانا. العذراء مريم امنا، صلوات دايما لربنا، صلواتك دايما محبوبه، وظهوراتك لينا مطلوبة يا شفيع حبيبي عننا. كلك طهر يا أم النور، نورنا بتغرق كل حبور، فمعيد ظهر بحالة نور، ولدت الرب يسوع لنا، عشت الهيكل نجواكي، سجدة تصلي لمولاكي، ببركة جابك ورعاكي، وصلت رجعنا كلنا، وعد خلاص جه منك، أملة كبيرة أكمنك، عذراء وبتوب من سنك، سابني خلاصك كلنا. كل سنة طيبين، وسلام بالحرارة لجميع اخواتي. طيب، الاخت جينا والاخت شيرين وكل هدوك. نشكرك يا اخونا من اجل مداخلتك، ومن اجل صيام السيدة العذراء مريم، فهي الممجدة والمختارة، وقدسها الرب من الداخل والخارج،
لذلك الرب جه وتولد منها، وزي ما قال الملاك الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، لأجل قدوس المولود منك يدعى ابن الله. وطبعا ما أجمل الإنشودة اللي هي قالتها، قالت تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بإله مخلصي، لأنه نظر إلى اتضاع أمتي، لأنه منذ الآن جميع الأجيال تطوبني. السيدة العذراء مريم لها مكانة عظيمة في قلوبنا جميع، وهي التي صارت لها الدالة حتى أنها كشفت لنا عن ألهية رب المجد ربنا يسوع المسيح في عرس قانا الجليل، لما جت وكلمت معاه أن يعمل المعجزة في الأجران، يحولها من مية إلى خمر، مش خمر مسكرة لكن خمر فوقت الناس. وهي رفيقة الصليب التي جاز في نفسها سيف ألام الأمومة عندما عاينتها ربنا يسوع المسيح في الألام اللي شافها على عود الصليب، تحملت الكثير. لكن نشكر الرب اني جه وهو على الصليب جه قال لي يوحنا الحبيب، يا يوحنا هو ذا امك، وقال لها هو ذا ابنك. ومن تلك الساعة يوحنا الحبيب التلميذ المحبوب لكي يعتني بها ويخدمها. احبائي ان برنامجنا انتهى، والان نستودعكم في بركات الرب، ونرجو ان كل الكلام اللي احنا سمعناه، الناس اللي هي بتقول ان احنا بنصلي وربنا ما بيسمعش لينا، وزي ما عرفنا وسمعنا ان في معطلات للصلاة، ان الانسان لو في حاجة بيمشي عكس الوصية بتاعت ربنا، وزي ما قال الاحباء اللي هي الاخت سامية واخت نفيبي، وقالوا المعطلات ان احنا في وصايا ان احنا ما بنصفحش، لكن لما يكون في عندنا صفح يقول ان لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم ابوكم السماوي زلاتكم. وانا اتذكر ان في مرة انا كنت في مشكلة عائلية ما بين الزوج والزوجة وعائلة الزوج وعائلة الزوجة، وكانوا موجودين، وحاولنا ان ده يتنازل وده يتنازل عشان يتقابلوا. قلت لهم طب خلينا نقف نصلي، ولما جيت بصلي بقول له يا رب ما تغفرش لنا ذنوبنا لان احنا ما بنغفرش الاخرين. فالكل راح يصدقني، قال لا 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 ما نقدرش ما نقدرش، ده احنا كلنا خطايا، خلينا نقف. وقعدنا فعلا وابتدى الكل يصفح للتاني وابتدوا يتقابلوا، وبقت فيه بركه كبيره من الرب. فاحبائي ما نخليش حاجه تفصلنا عن الرب. يقول ان خطاياكم قد صار فاصله بينكم وبين الههم. لكن لو كنا عايزين نسمع زي ما انا في بداية الامر وقلت، خلينا نيجي بتوبة، خلينا نيجي بان احنا نعترف للرب عشان الرب يسمع لصلاتنا ويستجيب لدعائنا بالنسبة لينا. ويقول ان ثبتتم فيا وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون فيكون لكم. لكن عايز اقول حاجة وحختم بعد كده، ان احيانا الصلاة بنصليها في صلاة للرب بتبقى مسرعة كأنها إمرجنسي، مسرع على طول، زي ما بيقول كده ادعوني وقت الضيق انقذك فتمجدني. لكن في صلاة احيانا تبقى مؤجلة، الرب مش ده وقتها، لان هو المهندس الاعظم، هو بيقدر يعرف ايه اللي احنا عايزينه في الوقت الحاضر. وعلشان كده المرنم يقول انتظارا انتظرت الرب فمال الي وسمع صراخي. لكن علينا نواصل الصلاة لأنها صلاة بتبقى مؤجلة، لسه وقتها ما جاش. لكن في صلاة بتبقى صلاة معدلة، الرب بيعدل فيها وبيشكل فيها. لكن أهم حاجة إن احنا في الصلاة الربانية نقول له لتكن مشيئتك لتكن إرادتك يا رب. الرب يبارككم ويستخدمكم، ونشكر كل اللي عملوا مداخلات النهاردة، والرب يباركنا جميعا إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة. يسوع يكون معكم وله كل المجد. أمين. أمين يا أخي كمان.